لا تمل القوى السياسية في العراق من عمليات الخداع والمراوغة التي تمارسها تجاه الشعب العراقي وتحديدا مع ثوار تشرين الذين رفعوا شعار اسقاط نظام المحاصصة الطائفية الفاشل عبر مراحل تبدا بانتخابات مبكرة باشراف اممي لضمان ازاحة الوجوه الفاسدة والمتهمة بسرقة وقتل العراقيين. ثلاثة مواعيد مختلفة تطرحها القوى السياسية لاجراء الانتخابات المبكرة، كلها في العام المقبل. في حين تتصاعد الشكوك بشان امكانيه اجراء الانتخابات في الظروف الحاليه التي لا تتوقف عند الازمه الماليه وتعذر توفير نحو مليار دولار لاجراء الانتخابات بل تتعدى الى جوانب ميدانيه وامنيه تتعلق باستمرار سيطره الميليشيات على مناطق كامله وتدخل سلاحها في الانتخابات وعدم عوده اكثر من مليون نازح الى منازلهم ووفقا لمصادر مطلعة فإن هناك ضغطا من الأمم المتحدة ومن رئاسة الجمهورية للإيفاء باستحقاق الانتخابات المبكرة لكن في المقابل هناك كتل سياسية وميليشيات مسلحة لا ترغب بإجراء الانتخابات المبكرة كونها تعي إمكانية خسارة الكثير من نفوذها بسبب النقمة الشعبية وتحديدا تحالفي الفتح ودولة القانون بزعامة هذا العامري ونور المالكي وكان البرلمان الحالي قد صوت في كانون الاول الماضي على قانون الانتخابات من دون جدوله او توزيع الدوائر الانتخابيه التي تعد اساسا لاجراء الانتخابات وهو ما عرقل ارسال القانون الى رئاسه الجمهوريه للمصادقه عليه ويقول النائب علي البديري ان هناك اراده سياسيه تعمل على تدوير ملف الانتخابات ما بين رئاسة البرلمان واللجنة القانونية من أجل تضييع الوقت والمماطلة في إجراء الانتخابات في الوقت ذاته يؤكد ثوار تشرين انهم يراقبون عمل البرلمان والحكومه الحاليه ولم يلمسوا اي تقدم من باتجاه تحقيق مطالبهم وبالتالي فلا سبيل لدى المتظاهرين سوى العوده الى ترتيب الصفوف من جديد واعاده زخم ثوره تشرين التي اطاحت بحكومه عادل عبد المهدي وهي قادره على الاطاحه بحكومه مصطفى الكاظمي ونظام المحاصصه الطائفيه الفاسد برمته